السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكهربائية Electrical Engineering، معكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي. نواصل مع المحور الخامس، الكاباسيتر المكثف الكهربائي، وننتقل اليوم إن شاء الله مع الجزء الثالث، وهو تجميع المكثفات بالتسلسل والتوازي. نبدأ أولا بتجميع هذه المكثفات بالتسلسل. إذا عندي هنا مجموعة من المكثفات C1 C2 إلى CN، مجموعة كبيرة من المكثفات، نلاحظ أنها بالتسلسل، وهنا عندي نفس التيار الكهربائي يمر في هذه الدارة الكهربائية. أما الجهد لكل مكثف فألاحظ أن جهد السورس يساوي عن طريق الكيفيال هو مجموع الجهد لكل مكثف كهربائي موجود سيريس في هذه الدارة الكهربائية. إذا لو أردت تعويض كل هذه المكثفات بمكثف واحد أسميه C equivalent، فيكون احتسابها أن مقلوب C equivalent هو 1 على C1 مع 1 على C2 إلى أن أصل إلى آخر مكثف بالتسلسل. في حالة عندي مكثفان اثنان، فهنا مباشرة أستطيع استخراج الكثافة الجملية، هي الضرب على المجموع، يعني C1 ضرب كثافة المكثف الثاني على كثافة المكثف الأول مع كثافة المكثف الثاني، وبطبيعة الحال الوحدة تكون بالفراد. أما تجميع المقاومات بالتوازي parallel، فكيف أعوض كل هذه المكثفات بمكثف واحد equivalent؟ فهنا الكثافة الجملية، عندما أريد تعويض المكثف الأول الثاني الثالث إلى أن أصل إلى الأخير، ففقط الكثافة الجملية في حال تجميعهم parallel بالتوازي هو جمع الكثافة لكل مكثف كهربائي. هنا عندي مصدر تيار، نلاحظ أن هذا التيار الكهربائي يساوي مجموع التيارات في كل مكثف، وذلك عن طريق تطبيق قانون الكيرشوف كارنت لو. مثال تطبيقي لفهم كيفية تجميع المكثفات، عندي هنا مجموعة من المكثفات سيريز وبارالل، أريد استخراج السي إيكيفلنت بين النقطة أي والنقطة بي. ألاحظ هنا عندي هذا المكثف 20 مايكروفاراد والمكثف الثاني 5 مايكروفاراد، كيف هم؟ هم بالتسلسل سيريز. إذن المكثف الجملي للعشرين والخمسة هو ضرب على المجموع. ما وجدنا هذا 4 مايكروفاراد هو بالتوازي مع الستة، بالتوازي كذلك مع العشرين، فتكون إذن الكثافة الجملية هي مجموع الستة مع العشرين مع الأربعة لأتحصل على كثافة جملية 30 مايكروفاراد. هذا 30 سوف يكون سيريز مع 60، وبالتالي تكون إذن الكثافة الجملية هنا تساوي هو الضرب على المجموع، فتكون إذن C equivalent هي 20
مايكرو فاراد، يعني 20 10 سالب 6 فاراد.